ايه رأيكم بقى في خبر حلو قوي؟ في خبر حلو قوي قوي. استاذ جوهر ممكن تيجي هنا لو سمحت عشان نلزمك بالمسؤوليه. دلوقتي يعني سيدنا اخذنا بركته، اخذنا اذنه بالسماح والتصريح ان احنا نروح يوم 15 مارس، الجمعة 15 مارس في دير ابا مكاريوس السكندري. هيبقى يوم عظيم، ناخد بركة الدير، نزور وناخد البركة، وايضا ناخد بركة سيدنا، وايضا نتعلم هناك، وهناخد معنا الاجهزة بتاعتنا، وممكن نقعد مع سيدنا في المكان اللي يسمح لنا بيه. ويوم كام ده؟ يوم ايه ده؟ يوم ايه؟ يوم 15. ده يوم ايه؟ طيب مين المسؤول عن الرحلة؟ المسؤول عن الرحلة ابو الرحلات الكنسية، زي يوسابيوس القيصري كده ابو التاريخ الكنسي، وزي ايريناوس ابو التقنية الكنسي، ده بقى ابو الرحلات الكنسية الرحلات المميزة في كنيسة الملاك في كفر عبده، هو المسؤول عنها، وبيعمل رحلات مهندمة ومبرمجة ويعني جميلة جدا. فاحنا بنستأذنك تحجز وترتب لنا كل حاجة واحنا معاك. شكرا جزيلا، شكرا لسيدنا على سماحه لينا. تدوم محبتك ويدوم عمارك للدير. انتوا لما تروحوا لسه هنرتب كل حاجة، لما هتروحوا هتنبسطوا جدا، تاخدوا بركة جميلة جدا. الدير دير ابا مكاريوس في منطقة الالالي، ده مش دير حديث، ده دير بيعاد تجديده ويعاد احياء الحياة الرهبانية في تلك المنطقة من القرن الرابع. انا رحت اول مرة من حوالي شهر، ولما رجعت رحت منطقة اثرية مع الاباء اتكرموا ورحت، فلما رجعت قضيت بعد منها 3 ايام متتاليات لدراسة المنطقة ديت في مراجع متنوعة، وقد ازهلني تاريخ هذه المنطقة والاباء اللي زاروها، وازاي المنطقة دي تحتاج الى دراسة شديدة جدا. بصلوات سيدنا راح نعمل الدراسة ديت، وفي ناس من جمعية الاثار القبطية راح نتكلم معاهم، ناس دارسين من الداخل ومن الخارج، وانا اتكلمت اوريدي مع ناس علماء كانوا موجودين في المؤتمر بتاع قبطولوجي اللي كان الاسبوع اللي فات في مركز اللغوس في دير القديس عظيم انبا بشويفة بريد شهيد. هتروحوا هتاخدوا بركة وهتشوفوا مجد الكنيسة الاولى، وربنا يدي سيدنا أنبا إيساك وأبا بخوميوس كمان الصحة والعافية، يجددوا ويحيوا الحياة في هذه المنطقة. من أشهر المناطق كان في نتريا وشهيت والألالي والبرنوجي، يعني مناطق عاشها الديسين البرية الأول بالدم والعرق والجهاد والنسك والكتابات، وزارهم الرحالة هناك، يعني شغلانة كبيرة قوي. بمعونة ربنا نروح مع بعض وناخد بركة الدير يوم الجمعة 15. نستكمل المحاضرة مع بعض لو سمحتم. النهاردة طبعا زي ما قال أبونا فصح يونان، فيونان كان رموه في البحر، فربنا أعد حوت، والحوت له لغلوغ كده أوضة هوائية علشان لما يملها هوا يعوم على وش المية، ولما عاوز ينزل يفضيها من الهوا. و
فيونان نزل في اللغلودة، فاللغلودة عبارة عن كما لو كانت أوضة مليانة هوا. الحتة بقى الجميلة إن أول ما يونان نزل في الأوضة بتاعت أو الكيس الهوائي اللي بيبقى عند الحوت، بيقول فصلى يونان، يعني هنا الصلاة في بطن الحوت. محدش يتصور ان واحد اترمى في البحر وبعدين يلاقي نفسه صاحي في الأوضة اللي هي فيها شايلها الحوت في اللغلوغ بتاعه ان هو يصلي. لكن رجال الله دايما كده، اول ما يلاقي وقت مناسب للصلاة يروح مصلي. بولس الرسول مثلا صلى وهو راكع على البحر مع الناس، صلى في السجن، صلى على المركبة، وكان أحيانا يجي له غيبة وربنا يكشف له أسرار. الصلاة يعني ما فيش عذر إن احنا مش لاقيين مكان. أي مكان الواحد يلاقي فيه هدوء ويقدر يتحاور مع الله ويناجي الله يتكلم، ليه لا؟ ففي القسم الثاني هنستعرض الصلوات كل الآباء بتوع العهد القديم، كانوا كل واحد فيهم رجال صلاة. طبعا العهد الجديد الرسل بطرس وبولس يقول لأن نهاية كل شيء قد اقتربت فاسهروا واصحوا للصلوات. وبولس الرسول أنا عاوز ترفع صلوات وتقدمات لأجل كل أحد. قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة عبادتكم العقلية. فكان والمسيح صلى يقول صلوا بلا انقطاع، وبولس الرسول يقول صلوا كل حين ولا تملوا. حتى المسيح جاب لها مثل، الشخص اللي جاله صديق في نص الليل وما كانش عنده حاجة يضيفه بيها، فخبط على جاره وقال له اديني علشان خاطر جالي ضيف دلوقتي. فبيقول ما كانش هيديله علشان خاطر انه يعني ده وقت مش مناسب، لكن هيديله علشان خاطر ما يقعدش بقى يخبط على الباب في نص الليل. فبرضه بيقول ان احنا نصلي كل حين ولا نمل. هنمسك بقى القديسين بتوع العهد القديم. ادم بيقول وكان يتقابل مع الرب في ريح النهار، اول ما النهار يشقشق. عشان كده صلاة يعني الصبح بدري دي حلوة جدا. أول عمل الواحد يقوم به بعد ما يقوم من النوم يرشم الصليب، ولو قدر يسجد ثلاث سجدات على الأرض ويقول أبانا الذي، ويبتدي اليوم بتاعه بالمناجاة مع الله. أكتر حاجة بتخلي الصلاة يعني حلوة أن الواحد الباكورة بتاعت اليوم يقدمها لربنا. و خدوا بالكو الشيطان دايما يدينا حاجة اسمها سرحان الأفكار، والواحد بيصلي ينسى انه هو واقف قدام ربنا وينسى العظمة اللي هو فيها والمجد اللي هو فيه، ويقعد بقى يفكر في أمور الأرض ومشاكل الأرض، ويضيع منه بهجة الصلاة وبهجة العشرة مع الله. عاوزين نستغرق في الصلاة، يعني واقفين فعلا عاوزين نحس ان ربنا هيتكلم معانا واحنا هنتكلم مع ربنا.
برضو المسيح قام الصبح بدري ومرتين، مرة لما تلاميذه قالوا له يا سيد علمنا كيف نصلي، والمرة الثانية لما كان هيختار التلاميذ، فبيقول قضى الليل كله في الصلاة. والصبح دعا تلاميذه الاثنى عشر. عملية اختيار خادم للخدمة عايزة صلاة طول الليل. هشوفوا المسيح يعني ورانا نموذج يخلينا نتحمس ان احنا لما نيجي نختار اي خادم لخدمة يبقى لازم نصلي علشان خاطر الاختيار ده يبقى كويس. الشخصية التانية اللي هو هابيل، ده منه بقى يعني مات بسرعة، أخوه قتله، لكن دمه بيصرخ أمام الله. الدم بتاع هابيل بيصلي حتى بعد ما انتقل إلى السماء، مازال دمه بيصلي. ويقول كده عن المسيح إن دم رش يتكلم أفضل من هابيل. بالإيمان هابيل قدم لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. بعد كده نلاقي واحد اسمه أنوش. أنوش ده يقول وابتدئ أن يدعى باسم الرب. أنتوا عارفين الصلوات السهمية أو الصلوات صلاة يسوع، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح أعني. الظاهر كان أنوش عاوز يكلم ربنا وبس، فيقول أنا هقعد أنادي عليه. وكانت نوع من الصلاة ناجحة جدا، وناس كثيرين جربوها ولقوها إن هي فعلا بتفتح أبواب السماء. يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح أعني. نيجي بعد كده نوح. لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى لنفسه فلكا. لما ربنا يقول لك آية من الإنجيل ويقول لك على حاجة ربنا عاوزك تعملها، تقوم تعملها بقى بإيمان. قبل نوح أخنوخ صار مع الله ولم يوجد لأن الله نقله. اتصوروا يا أحبائي أن العلاقة مع الله والصلاة تنجي من الموت وتخلي الإنسان ما يمرش فيه تجربة الموت دي المكروهة لدى كل البشر. بالإيمان نوح أخنوخ صار نقل لأن الله نقله، الشهد له بأنه قد أرضى الله، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. بعد كده نيجي لإبراهيم بقى، برضو ده كان يعني يسموه خليل الله، كان يقعد يدردش مع ربنا وربنا يقول له أنا هاهلك سدوم وعمورة، يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع خير، يعني هتموت البار مع الأسيم. فيقول له لو فيها 50 هسيبها، لو فيها 40 هسيبها، لغاية ما وصلوا 10 وصار الثلاث فتية الثلاث رجال، وإبراهيم رجع في بيته. يعني حوار بدلة، وربنا كشف حتى أسراره لإبراهيم كما لو كان صديق بيكشف أسراره لصديق. ويقول كده وغرس إبراهيم أسلا. شجرة الأسل دي بتقعد حوالي 200 سنة عبالها ما تنمو أو يعني يكمل نموها يعني، فيعني قدامه 200 سنة
يقعد يعبد فيها ربنا وباله طويل. وغرس إبراهيم أسلا وصار يدعو باسم الرب الإله السرمدي. وكان بقى إبراهيم برضو يقول له مشاكله. سارة ما عندهاش خلف، ويقول له إسحاق يعني أنا مش بعزه عليك يا رب. وهكذا صار رجال الله كلهم مع الله بأمانة، وكانت الصلاة هي كنز حياتهم. إسحاق كان برضو يعبد الله بمخافة وكان برا، لدرجة ان كان يزرع الزرع يجيب 100 ضعف، يعني مثلا نقول ضعف واحد او ضعفين بالكثير، هو يجيب 100 ضعف، لدرجة ان الجيران حوالي قالوا له لا انت هتبقى اقوى مننا، خد لك حتة ارض تانية بعيد عننا. ودن إسحاق قريب لربنا بهذه الصورة. حاجات كتير لو أتركها لكم، خصوصا أن كنتم يعني خدام وخادمات ناضجين وتستطيعوا أن كنتم تطلعوا تأملات كتير في أن رجال الله كانوا رجال صلاة. يعقوب يقول للربنا لن أتركك إن لم تباركني، وصار يصارع الله حتى الفجر. لن أتركك إن لم تباركني، مش هسيبك يا رب لما أخد منك بركة. يوسف بقى يمتاز بحاجة جميلة قوي، قال إن الصلاة هي أنني أنفس وصايا ربنا. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يعمل مشيئة أبي. فيوسف قال أنا هعمل مشيئة الله. هيعمل إيه؟ يحب إخواته، يحافظ على عفته، ما يتذمرش على ربنا في الظروف اللي مر بيها في حياته، وكان ربنا مديله نجاح ومديله نعمة. وجه في الآخر عرف ان بني إسرائيل هيطلعوا من مصر، وقال لهم تاخدوا عظمي هنا وتاخدوا معاكم أرض الموعد. في ناس فكرة ان الصلاة هيقعد يتكلم مع ربنا. وصية الله مكسورة في حياته، ايه الفايدة؟ يا ما ناس تجيلي وتقول لي احنا بنصلي وكل حاجة بس ربنا مش بيستجيب. اصل في وصايا من وصايا ربنا مكسورة انت كسرها، طب ربنا هيستجيب لك ازاي لما انت ما انتش عايز تمشي حسب وصايا ربنا؟ ربنا هيستجيب لك ازاي؟ فلازم نتعلم من يوسف الصلاة العملية بقى، ان هو يمشي حسب وصايا ربنا بالظبط، فيبص يلاقي الخيرات ابتدت تتدفق عليه لدرجة ان يقول كفانا كفانا. بعدين نيجي لموسى. موسى كان قاعد في الجبل 40 يوم، وبعدين استحق انه ياخد الوصايا العشر لوحي الشريعة. ده تصوروا موسى طلب طلبتين، واحدة اتحققت في العهد القديم، واحدة اتحققت في العهد الجديد. الطلبتين اللي طلبهم قال له يا رب ان كنت انت طلعتنا من مصر خليك معانا ودينا وصاياك ودينا حقوقك علشان ننفذها وما تزعلش مننا.
فربنا اداله لوحي الشريعة ومشينا عليها في العهد القديم. في العهد الجديد بقى موسى يعني ايه زود التلبة شوية، قال له ايها السيد الرب ارني وجهك، ارني وجهك. وبعدين فيلبس قال للمسيح ارنا الاب وكفانا، قال له انا معاك زمانا هذه مدته ولم تعرف يا فيلبس، من رآني فقد رأى الاب. اللي كان يشوف المسيح وهو ماشي في فلسطين يقول ده هو الله المتجسد من أجل خلاص جنس البشر. فموسى طلب تلبتين، عاوز يعرف وصايا ربنا فربنا اداله الوصايا العشر، وعاوز يشوف وجه الله فربنا نفذ هذه الطلبة ولكن في العهد الجديد عندما تجسد المسيح. وبعدين بقى نلاقي يشوع هو اللي خد بني إسرائيل ودخلهم أرض الموعد، وبعدين نجحوا في أنهم يدكوا أريحة ودخلوا على قرية صغيرة اسمها عاي، بس لهم بينهزموا. طب ده احنا يا رب خارجين من برية سيناء يعني مدغدغين، وأول ما هننهزم ده دول 30 ولا أكتر من 30 ملك هيدكونا خالص أول ما ننهزم. فيشوع يعمل إيه؟ وقف طول النهار أمام الله وهو متروح عند ربنا ويقول يا رب أعمل معروف، ما تخليش الأعداء يغلبونا. وبالفعل قال له في وسطك حرام يا إسرائيل، علشان كده لم تثبت أمام أعدائك. ولما فرزوا الحرام دخلوا عاي ودخلوا بقية أرض الموعد. كل واحد من القديسين بتوع العهد القديم نستطيع أن احنا نأخذ منه أسلوب حياة صلاة جميلة جدا. إليا صلى صلاة أن لا تمطر السماء 3 سنين و6 أشهر، وجد أن شعب إسرائيل فسد بعد عن ربنا، بيعبد الأوثان. كان في سفر التثنية أن لما يحصل كده أنا همنع النطر عن الأرض علشان الشعب لما يعطش يرجع لي. فوقف قدام أخاب يقول له حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. إيه ده إليه ده أنت واقف قدام أخاب الملك؟ لا لا لا، أخاب مين وبتاع مين؟ أنا واقف قدام ربنا، لا يكون مطر ولا طل على الأرض لأن ربنا قال كده إلا حين قولي. وغاب 3 سنين و6 أشهر لما كانوا بيدوروا على كوز مية، وفي الآخر ربنا قال لإيليا تراءى قدام أخاب علشان خاطر أنا هرجع النطرة تاني. وطبعا بقيه الحكايه انتوا عارفينها، جابوا الذبيحه وكهنه البحر الذبيحه وقال حطوا عليها 3 صفايح ميه، حطوا وسنوا فسنوا سلسوا فسلسوا، يعني 12 صفيحه ميه على الذبيحه والمذبح وكل والقناه اللي حوالين المذبح. هم قعدوا طول النهار ما فيش استجابه للذبيحه. هو قال صلاة سطر ونص كده، يا الله ليعلم اليوم أنك أنت إله في إسرائيل وأنني بأمرك فعلت كل هذا، استجب لي يا الله استجب، ولكي يرجع هذا لكي يأتي هذا الشعب رجوعا إليك. فابتدى تنزل نار وتأكل الذبيحة وتلحس المية والشعب كله هتف الرب هو الله الرب هو الله، ما فيش حد.
وبعدين إليه النبي طلع على الجبل وصلى علشان خاطر النطرة تنزل، فنزلت النطر. يعقوب يقول كان إلي إنسان تحت الألام مثلنا، وصلى صلاة الله تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. إذا كان عاوز لك كلمة مسموعة في السماء، يبقى لك كلمة مسموعة في السماء. لازم يكون لك شركة وعلاقة مع الله، وتفهم مقاصد الله إيه. في السكة بقى نلاقي القضاء، كان برضو ربنا يزنق عليهم علشان خاطر بيعبدوا الأوثان، فيصرخوا لربنا ويصلوا ربنا يبعت لهم منقذ. وأيام الملوك كان كل ملك لازم جنبيه نبي، فما كانش الملك بيتساب كده للغي بتاعه علشان ما يطحش بالسلطة، ولكن كان في نبي يفكروا بربنا علشان يبقى باستمرار يعني الملك ماشي على حسب مشيئة الله. جه بعد كده داود، ده 151 مزمور الكنيسة بتصلي بيهم على طول يعني. وفي واحد يقول طب ايه لازمة المزامير يعني، طب ما انا اصلي كده صلاة ارتجالية باحتياجاتي وقدام ربنا وخلاص. عايز اقول لك حاجة، الكتاب المقدس كله بما فيه سفر المزامير موحى به من الله، موحى به من الله، موحى به من الروح القدس، كما لو كان الله بيقول لنا إذا كنت عايزين تتكلموا عن أي حاجة هتقابلكم في الحياة يبقى ده الأسلوب اللي تكلموني به. الروح القدس يستطيع أن يناجى الله بالبروتوكول الصح يعني. زي واحد كبير لما واحد يدخله عشان يقدم له التماس ولا حاجة، فيقول له أول ما تخش تعمل كده وتقدم الورقة كده وتحط عليها دمغة كده. فبرضو المزامير دي هي الأسلوب المقبول عند الله كما علمنا الله إن احنا نصلي به. بعد كده بني إسرائيل ربنا غضب عليهم وراحوا السبي، اتبهدلوا. هنلاقي برضو مزمورين بيتكلموا عن سبي بني إسرائيل، إذا ما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل متعزين، على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون. هنلاقي المزامير فيها مقابلة لأحوال البشر كلها، وممكن أي واحد فيكو يعمل التأمل ده، يمسك كل مزمور ويقول ده ممكن يتقال في المناسبة إيه، ده مثلا يتقال وأنا فرحان، ده يتقال وأنا متعزي، ده يتقال وأنا حاسس بالسلام، ده وأنا مبتهج، ده مثلا وأنا في ضيقة وأنا عايز ربنا علشان خاطر يخلصني من أعدائي. وده هتلاقي كل أحوال الإنسان موجودة في مزامير داود النبي، عشان كده يقول وجدته فتشت قلب داود عبدي فوجدته حسب قلبي. الكلام أحيانا مثلا الإنسان بيبقى من لو اتكلم بكلامه الخاص ممكن يجرح الله، وممكن الله يبقى صلاته خطية. زي واحد مثلا كان يعني عليه هموم كتير وتجارب، فكان يقول لي كنت هفصل أقول له ليه يا رب بتعمل فيا كده. طبعا ده كلام أكلم بيه ربنا،
ده لو واحد حتى بشري عادي مهما دي. فالمزامير هي اللي بتظبط الواقع الكلام بتاع الصلاة. بعد كده حتى في السبي في صلوات من أشعيا النبي وميخا النبي وعزرا ونحميا صلاة ودانيال النبي صلاتهم لما كانوا في السبي. حتى منسى الملك لما خدوا السبي وكان كان بيعبد الأصنام على نطاق واسع، فربنا قال له طيب بتعبد أصنام، أسروه وحطوه جوه صنم مجوف فاضي من جوه، فصلى صلاة منسى الملك. ده كان تقريبا قرب أواخر ملوك إسرائيل، وربنا استجاب. الحاجة العجيبة إن ربنا يستجيب. واحد قعد 52 سنة يضل في شعب إسرائيل ويخليهم يعبدوا الأصنام، ويخليهم يعبدوا الأصنام بمراسيم ملكية. بعد كده أول ما اتزنق في قلب الوثن قال له يا رب أنا مش زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي أرضوك، ولكن فيا أنا أظهر رحمتك. ربنا أفرج عنه وكمل أيامه بسلام. هنا تحس قد إيه ربنا قلبه شفوق وحنين. النهاردة كنت بفتح الإنجيل بالصدفة لقيت آية جميل قوي، يقول أما يسوع فنظر إلى الجموع وتحنن عليهم لأنهم كانوا كغنم لا راعي لها. وبعدين قال للتلاميذ الحصاد كثير والفعل قليلون. احنا عاوزين نهضة في الكنيسة، عايزين كل البيوت يبقى فيها قداسة وفيها عمل إلهي، مش مجرد في الأديرة بس ولا في الكنائس بس، احنا عايزين البيوت قداسة البيوت كمان وقداسة الشلل اللي مع بعض تكون شلل تقوى. فدي كده يعني جولة سريعة في حياة الصلاة بالنسبة لرجال الله القديسين والأتقياء. قد احنا خدناكم من أول حياة المسيح لغاية من أول آدم لغاية بطرس وبولس الرسل. فياريت يعني يبقى دول نماذج قدامنا علشان يعلمونا حياة الصلاة الحقيقية. ولما أنا متأكد لما هندوق صلاة حياة الصلاة الحقيقية مش هنشبع من حلاوتها بس مش خالص. يبقى عندك سكينة وسلام وفرح وفرح بربنا، وربنا دايما نصرك ودايما معاك ودايما مسدد أعوازك. هذه كلها تزاد لكم. احنا نمسك في هذه كلها ونسيب. مرة سمعت أحد الكهنة كان تشبه تشبيه لطيف قوي، يقول احيانا لما تخش محل قماش وتطلب مثلا بدلة 3 متر، فيؤمر الرجل اللي بيقص بالمقص يبعد المقص كده حوالي 4-5 سنتي ويقص. افرضوا واحد دخل وقال له من فضلك انا عايز من التوب ده 4 سنتي، يقول له طب خد 3 متر الاول، يقول له لا انا عايز 3 سنتي دول بس، مش انت بتديهم ببلاش. احنا بنعمل كده، كل حاجة هتزاد لنا بس نطلب الاول ملكوت الله وبره. ربنا يبارك فيكم ويقبل صلواتكم، وياريت كده تاخدوا قرارات من اول النهاردة انك انت يبقى لك حتة في البيت المخدع بتاعك تبسط فيها يديك وتحدث الله زي ما انت عاوز، و
تشوف المزامير المناسبة تصليها، تشوف أي أسلوب للصلاة تصليه، المهم أنك أنت تصلي وتتعرف على أبوك السماوي الذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. شيء نرم بسيدنا تعيش وتعلمنا ديك طول العمر وينفعنا بصلواتك. احنا عايزين نيافتك تصلي عشان خاطر احنا نصلي. صلي وانت تعمل واعمل وانت تصلي. في اسئلة في الموضوع؟ في حد يسأل؟ حد حب؟ انا شايف جورج، مهندس جورج مشيل، اتفضل قدام استاذ جورج. جورج مشيل عايز تسأل، اتفضل تسأل يا مايكل. في حد عايز يسأل؟ طيب نرتب بالترتيب لو سمحتوا، بالترتيب اتفضلي. تحس ان المزمور ما بيتكلمش عنه. بصراحه لما قلت ازاي يعني نكلم ربنا كده، انا مره من المرات كان في مخدومه من اخوه الراقي يعني عندها مشاكل في البيت وكده، هي كان قصدها انها تطلب فلوس يعني عاوزه فلوس عشان تساعدها. فانا قلت لا اتخانقي مع ربنا وقولي له انت ليه مش سايبني وواقف جنبي كده، يبقى انا ما غلطت. لا عداك العيب. هو طبعا مثلا في اي ساعة من الساعات في حوالي 12 مزمور، فلازم هلاقي في حاجة خبطت في قلبي كده، هي دي اللي الروح القدس عاوزنا اتكلم بيها يعني. فيعني طبعا مش هنلاقي ال 12 مزمور هينطبقوا على حالتي يعني، لان مزمور مثلا نفسي تفرح بالرب، وبعدين في مزمور تاني الكآبة ملكتني من أجل الأشرار. طيب أنا فرحان ولا مكتئب؟ لكن هلاقي في أوقات أنا محتاج لكده وأوقات أنا محتاج لكده. المزامير اللي ما لقيتهاش يعني خبطت في قلبي أفوت عليها بسرعة. صراع هو اصل في حتى بيقول ان في وقت الصبح طيب يعني ده هما في مدرسة تيران السنة. جايز يعني أنا أميل الحقيقة أنه هو، لأن حتى ساعة ما يعقوب خلص الصراع يقول وكان يزك برجله، يعني كان ابتدى يرجع حتى يتأثر يعني. فمش نفسي اعتقد برضو كان دخل في يعني. ايوه هو نمرة اثنين، ربنا هو اللي بيغيرني، انا بقف قدام ربنا عشان ربنا يغيرني.
وبعدين الصلاة ده شرف ليا، يعني كون ان انا بصلي انا واقف قدام ابويا السماوي وبتمتع بقوته، وانا يعني بيحسسني ان انا ابنه واخد باله مني. ضعف شخصي فيا معين او حاجة معينة انا محتاجها مع الله وما بتتحققش، يعني ما بحسش ان ربنا عملها زي ما انا بطلبها منه، فده معناه ايه في الصلاة؟ هو يعني احيانا بنبقى احنا مستعجلين في الحل شوية، يعني افرض في ضعف ربنا عاوز يخليني انا اتضع، فممكن اطلب من اجل الضعف ده فربنا يعني ايه ما يشلوش. وبعدين لما اعرف حكمة ربنا وان انا اتضع خلاص ربنا يشيله، وبعدين يبقى سمين عندي ده خد مني مثلا. زي مثلا افرض انت خادم ودنيتك ورا واحد 5 سنين لغايه لما جه الكنيسه مثلا، يعني بيبقى عزيز عندك او يعني انك انت تعبت فيه. اخر سؤال، مع ان في اسئله نفسي اسالها كتير بس عشان بقى باقي الناس، اختبار عمل الروح في الصلاه والامتلاء بالروح. حضرتك اتكلمتنا عن الامتلاء بالروح، عايزين نعرف دي من يختك اكتر يا سيدنا، يعني الواحد يشعر ان هو خرج من الصلاه ممتلئ بالروح ازاي؟ ايه العلامه ان تحسسني ان انا ممتلئ بالروح؟ هو ده في ايتين يقول الساجدون لله بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا ومصلين في الروح القدس كل حين. اصل في صلوات الحقيقه لا تمس أعماق الإنسان من بره بره كده، فدي ربنا ما بيبصلهاش خالص. لكن وبعدين يعني التأكيد أن لازم أمتلئ من الروح القدس زي ما سيادتك بتقول، يعني يقول كده هو فكم بالحري يعطى الله الروح القدس للذين يسألونه، يبقى لازم أسأل وأخذ. يعني أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا أيعطيه حجرا، وإذا سأله سمكة يعطيه حية. فإن كنا وإحنا أشرار بنعرف أن إحنا نعطي أولادنا عطايا جيدة، فكم بالحري الآب السماوي هيعطينا. اتفضل شنو سيدنا في الجزئية اللي هي بتاعت التطبيقات، الجزئيه بتاعت الطلبات البشريه العاديه، ممكن نطلب مثلا شفاء حد او نطلب طلبات شخصيه او مثلا ضيقات بنمر بيها او كلام من ده. الصح في الصلاه ان انا اركز في صلاتي، ان انا اطلب معونه ربنا او اطلب طلبات روحيه، اطلب ملكوت السماء او اتناقش مع ربنا في الصلاه دون اني اذكر الطلبات العاديه اللي انا ممكن اكون محتاجها، على اعتبار ان ربنا عارف في الطلبات دي فاوريدي هو مش مستني ان هو يسمعها مني، ولا المفترض ان انا اصلي صلاتي واركز برضه في طلب ملكوت السماوات وفي الصلاه اللي هي الحاجه الخاصه اللي بيني وبين ربنا دون ان اذكر الطلبات دي على اعتبار ان ربنا عارف؟ يعني هل اذكرها ولا لا اذكرها احسن في الصلاه؟ هو يعني طبعا لازم برضه نذكرها، لان المسيح صلى على 5 خبزات و2 سمكتين عشان الناس تاكل، فيعني برضو في طلبات مادية ممكن. وكان ربنا يسوع المسيح بيحقق كل المطالب المادية للناس، شفاء المرضى، و يعني لما يكونوا عاوزين حاجة كان بيسددها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، لكن ده ما يمنعش ان في ثانيا وثالثا، مش كده ولا ايه؟ تقصد ان احنا نطلب ملكوت ربنا في الاول في الصلاه، والطلبات العاديه بقى اللي هي الصغيره بتاعتنا بقى بتاعت المشاكل او بتاعت طلبات الصلاه وكلام من ده برضه نصليها، بس في الاخر اهم حاجه نركز ان احنا في صلاتنا نطلب فيها ملكوت ربنا، الكلام اللي هو اللجاجه اللي بيني وبين ربنا، صح كده؟
هو مثلا القديس الأنبا أنطونيوس كان بيوصي تلاميذه ان هم يصلوا من اجل اقتناء عمل الروح القدس برضو، ان الروح القدس اللي خدناه يشتغل فينا. فيقول للروح النار يا اولادي الذي قبلت اريدكم انتم ادع ان تقبلوه، ولكن عليكم اولا ان تقدموا اتعاب الجسد، وهكذا. فممكن وبعدين يقول فكان بالحري يعطى الله الروح القدس للذين يسألونه، ما قالش حاجة تانية. فلازم نطلب قوة سماوية عليا علشان تقود حياتنا على الأرض. بعد إذن يفتكر سيدنا، هو في قول رهباني أنا كنت قريته زمان بس للأسف أتذكر مين الأب اللي قاله، فكان بيتكلم عن الصلاة، فبيتكلم بيقول إن لم تزد صلاتك على مزاميرك فلن تجد مياه. هل القول ده موجود؟ إن لم تجد إيه؟ لم تزد صلاتك على عن مزاميرك. على إيه؟ مزاميرك. على مزاميرك. لم تزد الصلاة، متهيألي أقصد الصلاة الارتجالي يعني أو الصلاة الخاصة بي، عن مزاميرك فلن تجد مياه. فهل القول ده صالح لل نياح يعني راحة؟ فهل القول ده مناسب لينا؟ وهل القانون ده مناسب للكل او موجود او نقدر نتكلم بيه، ولا دي حاجة مش مظبوطة؟ يعني هو الحياة مع الله الحقيقة انا بعتبر ان هي اي حاجة بتخليني أخش في علاقة حية قوية مع الله أعملها ما بلا تردد. صلاة أجبية، صلاة ارتجالية، صلاة كنيسة، تناول، أي حاجة، قراية إنجيل، تأمل، مش عارف، كل الحاجات ده هي لازم يكون فيه زي ما تقول صلة في قلبي بينه وبين الله. اي حاجه تقدمني في العلاقه دي اعملها. سيدنا نعم، اعمل ايه وانا واقفه مثلا بصلي فكري شرد في مشكله او في فكره او في الشروط في الصلاه او مشكله فكري شرد عن الصلاه تشتيت الافكار والطيور. كل ما اضبط نفسي مشتت الفكر اروح لامم فكر تاني اجيبه لربنا. وبعدين يعني القديسين بينصحونا بالصلاه السهميه دي، الصلاه اللي هي رب يسوع المسيح ارحمني. يعني مثلا وانا بطبخ وانا بعمل عمل يدوي وانا اقعد اقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، اللي هي الاعمال اللي هي مش عايزه تركيز ذهني يعني. لكن طالب العمل اللي انا بعمله بتركيز ذهني بصلي بقرا الانجيل مثلا، يبقى لازم بقى يبقى الايات اللي فيه هي دي اللي بدور على معانيها يعني. الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب احدا. ازاي اعرف ان التجربه ده ولا تجربه بتخليني اقول لربنا ليه بتعمل كده في اخر مجازه؟ طب خلاص يا رب انا لما اعرض عملك انا هرتاح. لما بنقول ربنا لا تدخلنا في التجارب هي بصلاة أبانا الذي، اللي هي ما تسلمناش لتجارب الشيطان زي أيوب يعني. لكن إذا كان ربنا عاوز يأدبني، عاوز يرقيني شوية في الحياة الروحية، فأحيانا بيستعمل طريق شد الودن يعني. سيدنا لو احنا بنصلي وشردت في الصلاه بس مش فاكره انا قلت الكلام الصلاه دي ولا لا، يعني مثلا
مزمور ده قلته ولا لا، او ما حسيتش بالصلاه وانا بصليها، فهل ارجع اقولها تاني ولا اكمل؟ لو قالت مزمور ونسيت اذا كان قالته ولا لا، ترجع تقوله تاني ولا تكمل؟ لا قولي تاني. طيب شكرا سيدنا. لو حبيت قادروس نمبنيوت نيبسكوبوس آفائيس في تجرو إيجن وإثرونو صنعان ميشن رمبي نمعان سيو إنهيري نيكون انتف فيو إنو غاجي تير صابي سيت إنو إتشالف جين كولي رسوس نريي كنت في كان إنو فيناني فلخن أوهيريني كتاب فنشتين كيريي ليسون كيريي ليسون Kyrie evlogison amir es moeron di metania kon evon goem besmu. Allah idraf alina barikna yuzhirwak alina warhamna. Khalli shabak barik marazak. Arahum irfahum ila al-abad. بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. نجينا من الشرير والمزيح. نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب شركة مواهب وعطاها الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الله فليكون مع جميعكم. روح طيب.